دلوقتي الدراما اللي جاية في رمضان معظمها ما بين الأكشن والتراجيدي والحاجات دي، انت شايف تعليقك عليها ايه؟ انا تعليق ما اقدرش احكم على دراما هتقدم بعد شهرين الا لما اشوفها، يعني اكشن او 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 اي حاجة لازم اشوفها بعدين احكم عليها زي ما حكمت على اللي فات. بس بعد الدراما التاريخية المفقودة دلوقتي في مصر برضو بيقولوا ان الانتاج بتاعها اعلى واغلى، عشان كده ما بنهتمش بيها، انت شايف ايه؟ انا شايف طبعا ان الدراما الدينية والتاريخية علمت اجيال كاملة، علمته الدين والتاريخ. قلت ان هي غالية، مش غالية على الدولة، يعني مش غالية على الدولة. هل تعلمي ان مصر هي ام الدنيا؟ مصر الدولة الإسلامية العربية، مصر أم الثقافة والعلم والفن، مصر أم العباقرة. لم تنتج عمل ديني من 25 سنة، يعني آخر عمل ديني أنا عملته كان عمر بن عبد العزيز أبو هارون الرشيد على ما أذكر، لكن من 25 سنة، من 25 سنة مصر لم تنتج عمل تاريخي أو ديني، وده شيء يعني مؤسف جدا، لأن الأجيال اللي فاتت دي كلها تعلموا مننا أو من الدراما اللي قدمناها القيم والعادات والتقاليد والموروثات واللغة والدين، وعرفوا معنى القرآن الكريم. الأجيال دي طبعا افتقدت كل ده. كان المسرح القومي كان طلع بيان قايل فيه إنه هيعمل أمسيات دينية وثقافية لأشخاص رحلوا عننا، فكان من ضمن الحاجات المرشحة كان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، وكان في اعتراض على بعض الناس اعترضوا وقالوا إنه ما يصحش إن نعرض شخصية رجل دين وهو كان ليه خلافات، فتعليق إيه؟ أولا الشيخ متولي الشعراوي عمره ما كان فيه خلافات، كل الخلافات اللي عملوها على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كلهم مغرضين وكلهم قابضين وكلهم مرتزقة، إنما لا أحد يقرب الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي ده تحتيه 700 خط أحمر. الشيخ الشعراوي ده علم أجيال، وما زلنا لحد النهاردة بندور على البرامج بتاعته، ندور على شرايطه عشان نسمعها ونستفاد منها. حد يتكلم على الشيخ الشعراوي؟ في أعمال للمخرج الكبير مصطفى الفترة الجاية؟ إن شاء الله، يعني الفترة اللي جاية هعمل ملوخية بالأرانب. شكرا يا فندم. شكرا.